سواء بنعم او بلا، بس اعرف الاول انت هتقول نعم ليه وهتقول لا ليه. جاي عشان ادعم قرارات الدكتور مرسي وادعم الشرعيه وادعم الشريعه الاسلاميه واقول نعم للدستور. بدعو الشعب المصري كله قبل ما يقول نعم ويقول لا ان هم يقروا الاول، يقروا الدستور وبعد كده يقولوا نعم ويقولوا لا. بقول للموجودين عند الاتحاديه المتظاهرين الحقيقيين مش البلطجيه، الموجودين عند الاتحاديه دول احنا معاهم واحنا مع الشرعيه، وانتوا اصلا ثوار واحنا بنأيدوكم، لكن لما تبقوا الموجودين